يا هلا أمية هلا بطلابي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم بهاي المحاضرة الأولى لليونت الثاني. إن شاء الله اليوم راح ناخذ بيها موضوع كلش مهم. راح ناخذ الدرس الأول من الكتاب. اليوم محاضرتنا كلش مهمة، أريدك تركز وياي. إذا قاعد تستفاد من محاضراتي حاول تشترك بالقناة وتفعل الجرس على مود أي محاضرة جديدة توصل لك أول بأول. هاي واحدة. الوحدة الثانية، إذا عندك أصدقاء شوي ضعيفين بالإنجليزي، عندهم مشكلة بالإنجليزي، حاول تسوي لهم شير قناتي، شارك قناتي لهم على مود الكل يستفاد من عندها. طلابنا الأعزاء، أريدك تركز وياي بهاي المحاضرة. اليوم موضوعنا كلش مهم وسهل. اليوم موضوعنا فصولنا الأربعة. فصولنا our four season. يقول لك هنا فصولنا الأربع، عندنا أربع فصول تعرفون مو؟ ماخذين بالخامس ابتدائي. إذا أقول لك ياهن تقول له أستاذ وأنت الشتاء، سما الصيف، spring الربيع، autumn الخريف. ذني عندنا أربع شنو؟ أربع فصول، دير بالك من عتن. إذا سألتك قلت لك الشتاء شنو؟ تقول لي أستاذ بارد cold، وبعد تقول لي استاذ snow ثلجي، بارد ومثلج. زين، اذا سالتك قلت لك الصيف شنو؟ تقول لي حار hot، وتقول لي مشمس sunny. اذا قلت لك الربيع شنو؟ تقول لي استاذ دافئ warm، وتقول لي استاذ ممطر rainy. اذا سالتك قلت لك الخريف شنو؟ تقول لي الخريف cold معتدل، وتقول الاستاذ وندي عاصف. ذني الفصول الاربعه كلش مهمات. راح اعلمك الطريقه شو راح يجنك بالامتحان، بس ركز وياي على هذا الجدول. عندك noun نقصد بها شنو؟ اسم. وعندك verb شنو هذا؟ هذا فعل. وعندك adjective هاي شنو هاي؟ نسميها صفه. زين، عندك snow معناته شنو؟ ثلج. إذا فعل ترجعها نفسه تصير هي اسم، تصير شنو؟ ثلج. إذا فعل يثلج إذا فعل. إذا صفة ترجعها نفسه، إذا صفة وضيف لها واي، بحيث الأستاذ إذا أعطاك إياها وقال لك حول لي إياها إلى صفة، شو تسوي لها؟ ترجعها نفسها وضيف لها شنو؟ وضيف لها واي. فهمت الفكرة؟ الأستاذ إذا قال لك rain، عندك rain معناتها مطر، وذا فعل يصير معناتها يمطر. زين، إذا صفة ترجح نفسها وضيف لها شنو؟ أضيف لها واي، تصير ممطر. زين، عندك wind معناتها ريح. هاي الريح إذا حولها صفة ما صار عندي كفعل، صار عندي شنو؟ صفة، صار شنو؟ windy معناتها شنو؟ عاصف. عاصف، فهمت الفكرة؟ زين، ذني إلهم طريقة الامتحان. هسا عندنا واحدة اثنين، راح أعطيك طريقة الامتحان مالتها. الشغلة الثالثة، إذا كانت عندك درجة الحرارة صفر تكون شنو؟ يكون الجو مالتنا شنو؟ تقول له بارد. وإذا كانت عندنا 10 يكون الجو مالتنا شنو؟ معتدل cold. وإذا كانت عندنا 20 يكون عندنا الجو شنو؟ يكون عندنا الجو دافئ warm. زين، وإذا كانت عندنا 30 يكون عندنا الجو شنو؟ حار. يكون عندنا الجو حار، خليها ببالك. ذني دي بالك من عتن. إذا كان عندنا الجو صفير، درجة الحرارة مالتنا صفير، راح يكون عندنا شنو؟ بارد. إذا 10 معتدل، إذا 20 دافئ، إذا 30 حار. ذني هم راح أعطيك طريقة الامتحان مالتهم. هسه نجين وحدة وحدة. الأستاذ بالامتحان يسألك أسئلة، يسألك أسئلة، يقول لك الشتاء وانت بارد، الصيف شنو؟ يعطيك فراغ. يقول لك عمي الشتاء بارد، الصيف شنو؟ اشرح. تقول له هوت، حار. هاي طريقه رقم واحد، بحيث يعطيك اي واحد يعطيك مثلا يقول لك الشتاء بارد، مثلا الربيع شنو؟ شو يكون عندك؟ اقول له دافئ. فهمت الفكره شنو؟ هاي وحده. الوحده الثانيه، مرات يطلب من عندك معاكسه. هسه راح اعطيك هم طريقه الامتحان مالتهم. زين، بالنسبه لذني طريقه الامتحان، الاستاذ مثلا يقول لك سناو، تصير سناوي. لاحظوا وياي، الاستاذ حول لي من اسم الى شنو؟ الى صفه. زين، اعطاني قال لي رين، شو يصير؟ شو اقول له؟ هو حول لي من اسم الى صفه، صح لو لا؟
من اسم الى صفه. اعطاني هاي قال لي حول لي هاي من حول احولها الى صفه. شو اسوي لها؟ اضيف لها فقط واي. ها فهمت الفكره شنو؟ هذا النمط دير بالك من عنده بالامتحان. زين هذا النمط هم راح احط لك اياه بطريقه الامتحان. حاول تكتب لي ذني العصبوره، حاول تكتب لي اياها اذا ما عندك ملزمه، على مود نروح هسه نشرح طريقه الامتحان. باوع بالامتحان يجيب لك هيك دائما صيغ. طريقة الامتحان بهاي الصيغ يجيبوا لك اياها، دير بالك من عندها. باوع يقول لك الشتاء بارد، الصيف شو يصير عندك؟ فراغ. يقول له حار. يقول لك الشتاء بارد، الربيع شو يصير عندي؟ دافئ. فهمت الفكرة؟ يقول لك سناو حول ليها إلى صفة، ضاف لها واي. ريني شو يصير؟ رين ريني، ضفت لها واي. قال لك what is the opposite of hot؟ يعني معناته يقول لك ما هي معاكسة هاي الأوبزيت من تلقيها بالسؤال؟ تذكر هاي شنو معاكسة؟ يقول لك معاكسة hot، هاي المطينيها بين فوارس، ما هي معاكستها؟ يقول لك شنو hot؟ cold، بارد. يقول لك املأ هذا الفراغ، يا فراغ هذا الفراغ، املأ هذا الفراغ عندما تكون درجات الحرارة dropped، تنخفض المن للصفر. It often gets very، يصبح غالبا الجو شنو؟ جدا فراغ. إذا كان درجات الحرارة صفر يكون الجو عندنا بارد، وإذا كانت عندنا 10 يكون عندنا معتدل، وإذا كانت عندنا 20 دافئ، وإذا 30 يكون عندنا الجو شنو؟ حار. فهمت الفكرة؟ خاف يغير لك بيها. فعشرة معتدل، هسا هو أعطاني شنو؟ صفر، أقول له شنو؟ بارد. ها فهمت الفكرة؟ هاي بالنسبة عندك الموضوع فصولنا أربعة، يعني كلهم شرحت لك إياهم بشكل تفصيلي، زين. بقى عندنا العبارات الظرفية، العبارات الظرفية مثلا عندك تيمورو، عندك يسترداي. لأن العبارات الظرفية مرات الأستاذ يعطيك جملة ويقول لك استخدم العبارة الظرفية، استخدم العبارة الظرفية. لاحظ هسه هاي الجملة قال لك it will be dry. باوع قال لي use tomorrow morning، استخدم العبارة الظرفية هاي. من تلقي tomorrow morning yesterday ذني عبارات ظرفية، وين تستخدمهن؟ استخدمهن بالجملة. قال لك دخلني على الجملة. عندك طريقتين تقدر تجيب العبارات الظرفية المعطيك اياها بين قوسين، وين تخليها؟ تقدر تخليها بالبداية وتخلي بعدها شنو؟ فارزة، وتكتب الجملة اللي معطيك اياها الاستاذ نفسها. ها فهمت؟ ومرات لا، تقدر شو تسوي؟ تكتب الجملة الأولى كلها نفسها، تكتب الجملة الأولى نفسها، هاي نفسها ترجعها، وتكتب العبارة الظرفية هنا ترجعها مباشرة بعد الجملة وتخلي نقطة. فهمت الفكرة؟ هاي بالنسبة للعبارات الظرفية. طلابنا الأعزاء، موضوعنا جدا بسيط وسهل، مجرد تحفظ لي فصول الأربعة وكل فصل شنو أجزائه، بعد ما تكملهن الدور عرفت شلون تحول الاسم الى صفه او فعل، بعدها يكمل الموضوع كله عندك. طلابنا الاعزاء ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمحاضره، وان شاء الله نشوفكم بالمحاضره القادمه في امان الله.